السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم نقدم معكم دجاجه محمره. عندي غير دجاجه وحده انا وليداتي، وانتم اللي بغا يذوب المقادير يذوب الدجاج يذوب على بركه الله. عندي هنا دجاجه فيها 2 كيلو ونص، غسلتها بالحامض والملح، وديجا كانت عندي في الثلاجه. انا كيعجبني الدجاج نبيته في الثلاجه، ضروري نبيته في الكونجيلاتور باش كيجينا فتيب باش كيطيب. عندي هنا التوابل على بركه الله. عندي واحد 3 دروس ديال الثوم محكوكين، عندي هنا 4 معالق صغيره ديال البزار، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، عندي هنا راس معلقه ديال القرفه. تجيكم غريبه البنات، ولكن راه كتعطي واحد النسمه في الدجاج رائعه وكتخلي لنا البصله تعسل. عندي هنا معلقه صغيره معمرش بزاف ديال الخرقوم، عندي هنا راس معلقه ديال الملحه، عندي راس معلقه ديال الهريسه، وعندي واحد البسيبيسه هكايا ما بغاتش نديرها مطحونه، كنديرها في صحيحه ملي كيطيب الدجاج كنحيدها. عندي هنا واحد الحزمه صغيره بين الربيع وبين القزبر والمعدنوس. عندي هنا اللوب ديال واحد الحامضه مصيره، غندوز نطحن اللوب ديال الحامضه مع الربيع ونرجع. هنا البنات طحنت داك اللوب ديال الحامضه مع داك الربيع، غنضيف التوابل على بركه الله. هنا غنضيف شويه ديال الزعفران ملون، اللي عندها الزعفران شعره ديرو، هذا كيبقى اختياري غير باش كيعطي لنا اللون في الدجاج. واللي عندها كما قلت لكم ضامه البنه الزعفران، ضامه البنه ديال الزعفران ولا الزعفران شعره ديرو. هنا غنخلط بيدي، غنخلط ونضيف الدجاجه ديالي شرموله. شرملها مزيان كما كتشوفوا، اللي عندها الوقت شرملها بالليل تبيتها حتى الصباح. انا هذه غنطيبها حتى العشيه، شرملها دابا الصباح. نخلط الشرموله بين الفخاد، ندير الداخل هنا، نضيف واحد ندير واحد الثقب هكا في الصدر باش تدخل ليا الشرموله للصدر. ملي تيكون الدجاج غليظ تيصعب التوابل والملح يوصلو لينا للصدر. كندير هاد الثقبه هنا باش كندخل التوابل والملح، كيجينا الدجاج بنين وفتح حتى الصدر من الداخل، تيجي بنين وشارب العطريه والملحه. انا هنا غنخليها تقل تشرب ليا الشرموله وندوز نكمل معاكم. من بعد ما شربت لي العطريه خليتها نهار كامل، غنديرها للعشيه كما كتشوفوا. عندي هاد الشحر نقلب حتى تشرب ليا التوابل، غادي نرجع معكم نديروا الزيت والبصله. هنا البنات من بعد ما شحرنا الدجاجه ديالنا شربت لينا التوابل وخدات اللون، مره مره كنقلبها بحال هكا للجناب الصدر. هنا عندي داك البسيبيسه اللي صات هنايا ديال الدجاج، درت هنا حبه ديال البصله، حبه ديال البصله حتى غيطيب ليا الدجاج نحيدو، عاد غنضيف البصله باش نديرو التغميره. مازال تشحر مع البصله شويه، نضيفو الماء ونخليوه مره مره تكوب بالقطيب حتى نحسو بها طابت. كتاخد تقريبا واحد ساعه الا ربع ساعه على حسب الحجم ديال الدجاج، حتى كتكون القطيب تيخرج ليكم عين الماء. وفاش كتديرو بحال هكا من هنا تتحسو بالدجاج طاب. واحد الكاس صغير ديال الزيت بين البلدي والرومي نضيفو مع البصله، نخليو الدجاج ديالنا طيب شويه على العافيه مهيله، ونديرو الغطايه نخليو ليها تنفس باش ما ترتقش. عندي الكبده، انا ما درتش اي كبده ديال الفروج واحد، درت هنا شي 3 د الكبدات ولا 4. عندي نرفع عليهم واحد الكاس ديال الماء، وغندير فيهم واحد المعلقه ديال الخل باش كتحيد لينا ديك الزفوره ديال الدجاج وديال الدم. غنديرهم يغلاو، غير غادي نضرب فيها الغليه غنطفي. هنا البنات عندنا البصله، انا ضفت هنا واحد 4 د الحبات ولا 5 د البصله، الا كانت صغيره ديروا حتى 6 7 باش نصايبوا الدغميره. نشلضوا البصله ديالنا،
البصله هي اللي غدير لنا التغميره. نشلطوها كامله بهذا الشكل، نشلطوها رقيقه بما طاب لينا الدجاج ديالنا ونكملوا. هنا البنات من بعد ما طابت لي الدجاجه ديالي وحيدتها غنضيف هاد البصله اللي شلتها باش ندير التغميره ديالنا. انا هنا عندي الكوكوط غنسد عليها، اللي ما عندوش الكوكوط غينقص عليها العافيه خليها تطيب على خاطرها. غنسد عليها واحد ربع ساعه بالنسبه ما تنشف لي شويه نرجع معاكم. هنا البنات هي التغميره ديالنا، ملي كنحسو بها بدات كتقال كنديروا الكبده اللي سلقناها في الماء والخميرة، وغنخلي نبقاو بالتحريك تستمروا بالتحريك باش ما تلصقش لكم التغميره حتى كنحسو بها نشفات وطلعت الزيت، ديك المريقه نشفات وتيبقى عيد الزيت والتغميره ديالنا واقفه كتجي واقفه وزوينه بحال شغل العرسات. والله الا ما نقول لكمش واحد الريحه طالعه منها. خليكم معايا تنكمل. هذه هي البنات الدجاجه ديالنا من بعد ما طابت، سمحوا لي تمسح لي المقطع. دهنتها بشويه ديال الزبده ودخلتها للفران تحمرات. هذه التغميره ديالنا ما شاء الله جات يا سلام جات زوينه. هنا عندي شويه ديال الزيتون مقطع، اللي بغى يدير الزيتون بالعظم ولا بالعظم يضيف. هنا عندي الشرائح ديال الحامض، قشره ديال الحامض اللي خدينا ليها اللب ديالها. هذا هو الشكل النهائي البنات، كنتمنى تعجبكم وتجربوا هذه الطريقه. وديك النسمه ديال القرفه راه جات يا سلام. والسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تبخلوش علينا باللايك والضغط على الاشتراك، زر الاشتراك. والسلام عليكم.